ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. جرت صباح اليوم الاثنين في جامعة بوشيبت التابعة لقيادة تبرانت في إقليم الحسيمة عملية صرف الدعم المخصص للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا المستجد تنفيذا للمرحلة الثانية من هذه العملية. العملية شملت حوالي 600 شخص استفادوا من دعم صندوق الكوفيد 19 وفق ما أكدت مصادر محلية، وتمت عبر سيارة شباك بريد بنك المغرب، وهي العملية التي تمت تحت إشراف وتعاون بين مكونات المجتمع المدني المحلي والسلطات المحلية والدرك الملكي والالتزام بالإجراءات الوقائية. وجدير بالذكر أنه منذ تكوين لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكلت عقب تفشي فيروس كورونا تقرر اعتماد 3 مستويات للتعويض تتوافق مع عدد الأفراد من كل أسرة، وتتراوح هذه التعويضات بين 800 درهم و 1000 درهم و 1200 درهم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.